بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في منصة تعلم. اليوم هنسوي أنبوكسنج الجهاز رينج اكستندر المقدم من شركة تي بي لينك. هذا الجهاز عبارة عن مقوي إشارة، طبعا كومباتبل ويا كل الأجهزة مثل المذكور، يعني كل أجهزة الراوتر، سهل الاستخدام. هسه خلنا نتعرف على محتويات العلبة، بس قبلها نشوف الصندوق شو محتوي من الخارج. طبعا سعر هذا الجهاز 21 دولار، بالعراقي تقريبا 25 ألف. نفتح هذه العلبة، هذا دليل التثبيت. الجهاز هنا طريقة التثبيت مالته. طبعا هذا الجهاز هذا شكله مثل ما نشوف، هنا التعريف، هنا باور والإشارة سيجنال، يربط مباشرة بالكهرباء. حنثبته ونشوف الإعدادات سوية.